السمع للخالق والمخلوق بينهما اشتراك في أصل المعنى، لكن هذا يختلف عن هذا، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن بعض الناس يجعل إثبات الصفات تشبيها، فإذا قلنا من غير تشبيه أوهم من لا يدري أننا نريد من غير إثبات، لأن إثبات الصفات عنده تشبيه، فإذا نفينا التشبيه كأننا ننفي الإثبات، كأننا لا نثبت لله صفة من الصفات. فبعض الناس يجعل كل مثبت مشبه، فإذا قلنا من غير تشبيه ظن الضال الذي لا يدري معنى ما نريد أن المراد من غير إثبات الصفة، لأنه لم يدرس في الكتب التي عنده إلا أن إثبات الصفات تشبيه. ويقولون على أهل السنة هذا من قديم، يسمونهم حشوية ومشبهة، ويرمون كل من يقول نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم على النحو اللائق به، من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تأويل ولا تعطيل. إذا قلنا هذا يقولون مشبهة، يشبهون الله بخلقه، أي وكيف؟ لأنك تثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم تكون مشبهة. ومعلوم أن التشبيه والتمثيل من تعمده وقال به وهو عالم بذلك يكون كافرا كما مر ذكر ذلك. فإذا يقال لهؤلاء ظاهر القرآن يدل على الكفر، فهذا ظاهر القرآن. الله عز وجل يقول في 7 مواضع الرحمن على العرش استوى، يثبت لنفسه في 7 مواضع استواءه على عرشه، كما في هذا الموضع الرحمن على العرش استوى، تأتي هكذا صريحة بإثبات الاستواء لله تبارك وتعالى. فإذا أثبت الاستواء لله تبارك وتعالى تكون مشبها عند هؤلاء أو مجسمة أو ممثلة، فإذا ظاهر القرآن عندهم يدل على الكفر. من قال إن ظاهر القرآن كفر فهو كافر. الله المستعان.